السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني وأخواتي؟ إن شاء الله تكونوا يا رب في أتم الصحة والعافية يا رب العالمين. كنت وعدتكم قبل كذا إذا نزل التحديث تبع الواتساب اللي فيه تعدد الحسابات حشارك معاكم الفيديو علشان نعرف كيف نفعل أكثر من حساب. يلا نبدأ ونشوف خطوة بخطوة كيف نفعل أكثر من حساب على تطبيق الواتساب. اللي نبدأ نشوفه الآن عندنا في تطبيق الواتساب ان احنا نفك التطبيق وندخل عند الثلاثة النقاط هذه اللي احنا شايفينها هنا الان، ونضغط على الثلاثة النقاط. وقبل ما نفعل طبعا حيكون عندنا مكتوب هنا كلمة الاعدادات، حندخل على الاعدادات وبعدين حنلقى السهم، شايفين هذا اللي جنب الباركود حنضغط عليه، وهنا حنشوف الحساب الاول والحساب الثاني، يقول لك اضافة حساب، حتضيف الحساب اوكي، وبعد كذا حيشتغل معاكم الحساب طبيعي. طيب كيف حسوي انا الان؟ مثلا اذا جتني رسالة على الحساب الاول طبيعي اهو، شوف عندي انا مثلا هذه الرسالة اللي جتني الان اوكي، اذا جتك رسالة من الحساب الثاني ايش اللي حيصير؟ حتجيك علامة بنفس اللون الاخضر هذا اللي احنا شايفينه هنا لعند الوقت، حتجيني علامة كذلك هنا في تبديل الحسابات، حاجي القى علامة باللون الاخضر انه عندي مثلا رساله جتني في الحساب الثاني وكذا. طيب اذا انا حبيت اني الغي الحساب مثلا، ادخل اذا حبيت اني مثلا الغي الحساب كيف الغي؟ ادخل برضو كذلك على ثلاثه نقاط واروح للاعدادات، وبعد كذا اروح لحجم الحساب، واروح بعد كذا الى ازاله الحساب مش حذف الحساب. في فرق ما بين الاثنين، الحذف انك راح تحذف الحساب اوكي من الواتساب كله، بعد كذا ما تقدر حتى تسترجع النسخة الاحتياطية، لكن لا، اما ازالة الحساب هو انك تزيل فقط الحساب من على الجهاز هذا، وممكن تفعل في حساب ثاني وتنسخ النسخة تبعك طبيعية اوكي، وتنسخ كل الرسائل والصور والفيديوهات اللي عندك، وتقدر تضيفها في حساب ثاني، لكن لو حذفت ما راح يرجع لك اي حاجة. لذلك انتبهوا لهذا الموضوع كثير، وخليكم حذرين انكم لا تخطئوا اذا جيتوا تغيروا ما بين الجوالات. ولهنا ان شاء الله تكونوا باذن الله رب العالمين عرفتوا كيف تضيفوا الحساب الثاني، وكيف حتى لو انكم تبغوا تحذفوه وتغيروا لجوال ثاني، وان شاء الله تكونوا باذن الله استفدتوا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقول لكم زي كل مره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طبتم وطابت ايامكم بكل خير. بكل خير. بكل خير. بكل خير.